قدام كلام غريب بتهرب الردود هو الكلام ده فعلا ولا مجرد حكاوي حقيقي بجد ولا هو شويه فتاوي محتاج يوصل لموت يثبت الايمان وابقى ساعة هوا واثق وثابت مهما كان ولا تتهز شعره ثوابتي والاصول واقف على ارض صلبه واللي يقول يقول واللي يقول يقول واقف على ارض صلبه واللي أرستارخوس، بس في واحد بيتكلم بلغه هنا وبيقول وصلنا ده محتاجين نعرفه بعدها على طول يقول يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب الله طب ده لوقا ده مع مم. تيخيكوس ومع ارسترخوس أرستارخوس من ضمن الجماعه اللي كانوا بيرافقوا بولس لما راح لفين؟ روميا. لما راح لروميا فده دليل قوي ان الذي يتكلم ويؤرخ احداث انجيل لوقا ويؤرخ احداث سفر الاعمال هو ذاته الشخص اللي بيرافق بولس في وجوده في روميا ايه رايك يا بيتر الكلام ده متهيالي معظم اللي احنا كنا بنتكلم فيه متجاوب مم. مش مش بالصعوبه اللي احنا متخيلينها الحاجات ليه يعني, يعني تمام الامور آه. واضحه حقيقه بيتر كان عنده اسئله في يوحنا آه. ايه المشكله اللي عندك قريت على صفحات نقديه كده على النت بتقول انه يوحنا الاولى اسلوب اسلوب الكاتب فيها غير اسلوبه في يوحنا الثانيه غير اسلوبه في يوحنا رساله يوحنا الثالثه فانا عايز رد على الموضوع يعني بيشككوا في ان يوحنا هو, هو كاتب, كاتب الرسائل دي م. طب الحقيقه النقد ده او التشكيك ده مش بس موجه لرسائل يوحنا باعتبار كيوحنا لكن طبعا لغرض داخل الشيطان حطه داخل المعارضين عايز يقوض ويتلف اساسات واقف عليها الايمان المسيحي انا أسألكم سؤال يوحنا كتب كام سفر في اسفار العهد الجديد خمسة خمسة إنجيل يوحنا يوحنا الأولى الثانية الثالثة رؤية. رؤية. رؤية موسى كتب كام سفر في العهد القديم؟ خمسة خمسة العهد القديم بدأ بأصفار موسى الخمسة العهد الجديد انتهى بآخر حاجة كتبت وهي إنجيل يوحنا لكن كمان في إشارة لأسفار الثلاث رسائل بتوع يوحنا تمام الحقيقة في رابط كبير بين الخمس أصفار اللي بدأ بهم الكتاب اللي كتبه موسى والخمس أصفار اللي انتهى بهم الكتاب وهم أصفار يوحنا أصفار موسى الخمسة بداية كل شيء في بداية الخليقة في بداية الإشارة للخلاص والفداء في إشارة للسقوط في إشارة للحمل فاكرين أنتم في خروف الفصح إشارة للحمل فأصفار موسى الخمسة في إشارة للحمل في إنجيل يوحنا في إشارة للحمل في آه في سماوات وأرض في تكوين واحد وفي سفر الرؤيا في سماوات جديدة, جديدة وفي أرض جديدة, جديدة في آه يوحنا واحد آه كان في النور قال الله ليكن نور فكان نور ايضا في رسائل يوحنا يتكلم عن النور لكن انجيل يوحنا بيتكلم عن اثباتات عن لاهوت المسيح رسائل يوحنا وخصوصا رساله يوحنا الاولى بتتكلم عن اثباتات عن ناسوت المسيح كمال ناسوت المسيح فلما يجي الشيطان عن طريق اعوانه شكرا لما يجي الشيطان عن طريق اعوانه يقوض اساسات ويتلف اساسات هذه الرسائل ويقول انها مش موحى بها واللي ما كتبهاش هو يوحنا فهو بيتلف ايمان قويم ان المسيح كان انسانا كاملا بجسدا بشريا كاملا كان له وجود حقيقي في الارض م. ودي حاجات لازم ناخد بالنا منها لأن يوحنا في رسالته الاولى قال كل روح لا يعترف ان يسوع المسيح قد اتى في الجسد فده روح ضد المسيح روح ضد المسيح تنكر لاهوت المسيح وتنكر ناسوت المسيح الكامل فناخد بالنا الاعتراضات ديت. لكن حضرتك بتقول انه رساله يوحنا الاولى غير الثانيه غير الثالثه. غير الثالثه، احنا شايفين الحقيقه انه اذا قلبنا في الثلاث رسائل هنكتشف ان نفس المفردات والكلمات اللي جت في يوحنا الاولى جات في يوحنا الثانيه جات في يوحنا الثالثه. مثلا يوحنا الاولى اتكلم كثير عن المحبه. واتكلم كثير عن الحق، صح كده؟ ده بالعكس ده انجيل يوحنا اتكلم كثير عن الحق. ورساله يوحنا الاولى اتكلمت كثير عن الحق. طب تعالى شوف رسالة يوحنا الثانية بيقول إيه في افتتاحيتها بيقول الشيخ إلى كرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق ده مش بس كده ده عمال يتكلم عن المحبة والوصية والحق ثلاث كلمات جون كتير في رسالة يوحنا الأولى طب الرسالة الثالثة الشيخ إلى غيس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق أيضا تكلم عن الحق وتكلم عن الشهادة الصادقة اللي جت في الرسالة الأولى هي قصة مين اللي كاتب والاعتراض على ان اللي كاتبها هو يوحنا دي جت في الرسالة الثالثة ودي لانه ما جتش من كل الكنائس في العصر الرسول الاول ده جت في منطقة جغرافية هي في فارس وفارس كانت بعيدة عن الكنيسة الغربية او خلينا اقول كانت بعيدة عن المجتمع الكنسي فلما توصلها الرسالة الى فارس في الشرق تاخد مسافة زمنية مع ان كل كنائس المنطقة عرفت ان دي رسالة اللي كتبها يوحنا لكن الكنيسة اللي في فارس عقبال ما راحت لها الرسالة بعد فترة زمنية عايزة تتيقن من الكاتب فكان عندهم علامات استفهام إلى أن يتيقنوا من هو الكاتب لكن غالبية الكنائس آمنت واعترفت وأقرت أن الكاتب هو مين؟ هو يوحنا خلينا برضو أخ عياد يعني زي ما سألنا في في وأعمال الرسل عن التواتر برضو نفس نفس السؤال إيه التواتر اللي بيوصلنا إنه يوحنا هو الكاتب للرسائل دي؟ التواتر يعني معلومات وصلت لنا خارجة عن النص الكتابي، صح كده؟ على مدار زمني حاجات تاريخية زمانية، طبعًا خلينا نعترف ونعرف إنه آباء الكنيسة الأوائل، ولما أقول آباء الكنيسة الأوائل يعني العصر الرسول الأول والثاني، يا ترى كانوا بيبصوا للرسائل ديت بإعتبارها إيه؟ لما نعرف انه بوليكاربوس بوليكاربوس في رسائله بوليكاربوس ده يعني كان سنه 155 ميلاديه يعني سنوات قليله تفصله عن بيحنة. عن يوحنا بل بالعكس التاريخ بيقول ان بوليكاربوس كان تلميذ يوحنا تتلمذ على يدي يوحنا في رسائله التشجيعيه للمؤمنين في بعض الاماكن كان بيقتبس من رساله يوحنا الاولى ده مش بس كده كليمندس الاسكندري اقتبس من رسائل يوحنا فالاباء الاوائل وهم بيكتبوا كتبوا وكتبوا عظاتهم وكتبوا رسائلهم التشجيعيه مش الموحى بها التشجيعيه للكنائس متضمنه بعض العبارات من رسائل يوحنا وكانوا بيقولوا عن الرساله الاولى رساله يوحنا الرساله العظيمه او الرساله الاولى يعني اللي ليها افضليه مش افضليه عن باقي الرسائل لكن فيها حق سمين بتتكلم عن شخص المسيح وعمل المسيح والمبادئ المسيحيه بوليكاربوس في سنه 155 كتب عن الرساله الاولى وقال ان كل من لا يعترف بان يسوع المسيح قد اتى في الجسد فهو ضد المسيح ده مقتبس منين من يوحنا من الاولى اصحاح أربعة عدد 2 و3 الاسكندري اللي عاش بعد إيران ايرانيوس سنوات قليله برضو كتب وقال عنها الرساله الكبيره اوريجانوس الاسكندري سنه 255 اقتبس من الرساله الاولى كل دول دول اعمده في الكنيسه الاولى كتاباتهم ظلت لقرون بتعلم الكنيسه الاولى بتعلم المسيحيين في العصور الاولى منهم اللي شاف يوحنا وتتلمذ على ايديه زي بوليكاربوس واحد شاف وتعلم وقال لنا بعد كده ان اللي مكتوب في يوحنا الاولى ده كتابات يوحنا نيجي بعد كده نعترض لو يوحنا هو الكاتب فعلا هل في تشابهات بين رسائل يوحنا وانجيل يوحنا هل هل عندنا امثله للتشابهات دي خلينا نقول انجيل يوحنا مع الثلاث رسائل في تشابهات في المصطلحات والكلمات بنسبه عاليه جدا 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 بل اكاد واقول ان في تشوهات في العبارات مش بس الكلمات بين الانجيل وبين الرسائل ادي مثال يوحنا في انجيله اتكلم كثير عن النور صح كده اه ورساله يوحنا الرسول الاولى كثير بتتكلم عن النور يوحنا اتكلم عن المحبه في انجيله ورساله يوحنا الرسول الاولى كثير بتتكلم عن المحبه نعلم قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه يوحنا في انجيله اتكلم عن الحق وقال عن المسيح او قول المسيح عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه يوحنا الرسول الاولى كلها بتتكلم عن الحق افتتاحيه الرساله الثانيه بيتكلم بالحق افتتاحيه الرساله الثالثه بيتكلم عن الحق الوصيه برضو جت في الانجيل وجت في الرساله الاولى اه الشهاده وصدق الشهاده او الشهاده عموما جت في الانجيل وجت في الرساله لكن خلينا نروح لبعض الايات الآيات اللي تحس إنها فيها كلمات متشابهة أروح مثلا لرسالة يوحنا الرسول الأولى أصح واحد عدد اثنين فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا عارف يوحنا 3 11 بيقول الحق الحق أقول لكم إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا ففي الإنجيل بيتكلم عن الشهادة بالرؤية أيضا في الرسالة بيتكلم عن الشهادة بالرؤية والسمع مش بس كده يوحنا الرسول الأولى واحد أربعة ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كامل. كاملا يوحنا 16 أربعة إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا الفرح الكامل والفرح الكامل يوحنا الأولى 2 حداشر وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلم يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلم أعمت عينيه طب يوحنا 12 بيقول إيه فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور لألا يدرككم الظلام والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب في يوحنا الأولى 2-14 وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير عارف يوحنا 5 بيقول إيه وليست كلمته ثابتة فيكم لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به مش بس كده كت... ده لسه طويله من الكلمات والعبارات جت في الرساله الاولى وجت في انجيل يوحنا بعد كل ده ينفع يقول ان يوحنا مش هو كاتب رسائل يوحنا سواء كانت الاولى او الثانيه او الثالثه انا محتاج النسخه دي لا ده انا عايز اقول لك في حاجه قويه جدا 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 عارف انت كلمه شفيع كلمه شفيع ما جتش غير مرتين جت في طبعا ما بين بالنسبه للانجيل والرساله جت في انجيل يوحنا اصحاح 14 عن الروح القدس الباراقليت وجت في رساله يوحنا الرسول الاولى اصحاح 2 عن المسيح ان اخطا احد فلنا شفيع الكلمه اللي جت في يوحنا 14 نفس الكلمه اليونانيه اللي جت فيه اللي جت في رساله يوحنا الرسول الاولى اصحاح 2 وهنا في كلمه متشابهه ما جتش كتير بعد كده في اماكن كتيره في الكتاب لكن من اقوى المرات اللي جت فيها في يوحنا 14 وفي يوحنا الرسول الاولى صاحتني اخيت حياتك ولما وك... كنت بتتكلم بتتكلم عن انه في ناس في, ال... في وقت يوحنا انكروا نسوت المسيح انا طول عمري اسمع عن ناس بتنكر لاهوت المسيح لكن اول مره اسمع عن ناس بتنكر نسوت المسيح صحيح يعني انا قلت انه انجيل يوحنا غرضه انه يعلن ان المسيح هو ابن الله لاهوت المسيح تمام يوحنا الرسول الاولى غرضها ان هو ي... يبرهن على كمال نسوت المسيح لان الحقيقه كان طلعت جماعه كده الغنوسيين بيقولوا ان الماده شر ولان الماده شر استحاله الله يظهر في جسد فالجسد اصلا شر وما ايه اللي حصل؟ لا المسيح لما جه للارض ده كان جسده اثيري يعني جسد اثيري؟ يعني يتشاف لكن لا يلمس حاجه رؤويه حاجه اثريه ما كانش جسد حرفي ليه ما كانش جسد حرفي؟ لان الماده ايه؟ شر شر لكن لما نروح مثلا لرساله يوحنا الرسول الاولى صح اربعه بص الكلام بيقول ايه؟ أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله من الله يعني الاعتراف الكامل أن المسيح عندما أتى هنا إلى الأرض كان جسده جسد حقيقي الكلمة صار جسدا وحل بيننا وبكده نقدر نقول كمان ده دليل من ضمن الأدلة القوية اللي بتقول أن كاتب إنجيل يوحنا هو ذاته كاتب هذه الرسالة لأن في يوحنا واحد أربعة عشر الكلمة صار جسدا وحل بيننا طيب رسالة يوحنا الرسول الأولى صح أربعة بيقول أن المسيح جه في الجسد والذي لا يعترف بكون ان المسيح جه في الجسد فليس من الله وفي كل رسائله بيتكلم على ضرورة ان يكون المسيح عندما اتى اتى في جسد حقيقي طبعا خاليا من الخطيئة يعني هو حارب البدعه ديت في الثلاث رسائل في الثلاث رسائل لان في الرسالتين اللي بعد كده بيتكلم عن الحق الحق الخاص المرتبط بمجيء المسيح في الجسد يعني انا عندي اسئله بخصوص سفر الرؤية بصراحه يا ده انت دخلت في موضوع هام جدا في رؤيا 22 عدد 9 أيوة. السؤال دوت بيخلي ناس كتير وبيخليني افكر في فكره هل فعلا انه يوحنا الرسول هو اللي كتب الرؤيا ديت ولا لا بعد ثمانيه بيقولوا انا يوحنا الذي كان ينصر واصفي